الجروح. تعريف الجرح: هو تمزق في أنسجة الجسم يؤدي إلى خروج الدم من الجسم. وتنقسم الجروح إلى جروح مغلقة، حيث يبقى الجلد سليما ويحدث القطع في الأنسجة تحت الجلد ويلتئم الجرح بسرعة. جروح مفتوحة: هي الجروح التي يظهر بها قطع في الجلد، والجروح المفتوحة عادة ما تكون مصحوبة بنزيف خارجي ويأخذ فترة طويلة ليلتئم الجرح. يتم إسعاف الجريح حسبا للخطوات التالية: 1- تنظيف الجرح باستخدام قطعة من القطن أو الشاش المعقم. 2- غسل الجرح بالماء النظيف بمدة لا تقل عن دقيقة على الأقل. 3- وضع مطهر على الجرح مثل اليود. 4- وضع قطعة من الشاش المعقم على الجرح تناسب حجمه. 5- تغطية الجرح بلف اللاصق الطبي على قطعة الشاش.